تناقطعة أرض زراعية أعمل فيها أنا ووالدي. ثم عند جني المحصول أطلب من والدي إخراج زكاة الزرع فيرفض، فما حكم عملي معه في الأرض؟ إذا كان عنده زرع يبلغ النصاب، يعني عنده حبوب من البر أو من الذرة أو من الدخن أو من الحبوب التي في الاحتكار وفي البحر، فإنه تجب الزكاة إذا بلغت النصاب. وإذا أمرت والدك بإخراجها أو نصحته بإخراجها ولم ينتفل، فعليك أن تراجع المحكمة الشرعية وتبلغها عن هذا الأمر، أو تراجع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبلغهم بذلك من أجل أن يستحضروه وأن ينصحوه ويبينوه. جزاكم الله خيرا.